يا حموكشة، مش دي حروستك؟ أيوة هي. طيب يا أبو عمو ما تروح تسلم عليها. الزراعية يا رب جابر حبيبي. سلام عليكم. وعليكم السلام. أكيد أنت تعرفيني. وأنا عارفك منين؟ يلا جدع أنت من هنا. استني عاد، أنا حموكشة اللي كلمت عليكي، ولد الحاج شعبان. أهلا بيك. خلي عنك، هاملي لك أنا الجركن. لا لا شكرا، أنا همشي عشان أبويا لو شافني هيطين عيشتي. لا لا خليكي براحتك، إحنا ماشيين. أنا بس يعني لما شفتك قلت أقول لك إن أنا رايح اسكندرية علشان أشتري التسويقة من هناك، يعني لو حابة حاجة معينة قولي لي عليها. صح صح، رايح اسكندرية؟ أيوة صح. إيه نفسك تروح اسكندرية؟ ومين ما نفسوش يروح اسكندرية؟ خلاص بإذن الله لما تبقي مرتي هبقى أوديك اسكندرية. صح صح، ولا حديث وخلاص؟ لا انا مش بتاع حديث وخلاص، اسالي عني هتعرف ان انا كلمتي واحده. معلش اصل انا معرفكش يعني، بس بجد هتوديني؟ ايوه طبعا. ربنا يخليك. يا لهوي ابويا لو شفني واقفه معاك ممكن يجيب رقبتي. خلاص خلاص انا همشي، بس قولي لي عايزه حاجه معينه من اسكندريه. امان عليك لو رحت المرسى والعباس تدعي لي. طبعا انا كنت هدعي لك من غير حاجه، انا قصدي عايزه حاجه ثانيه اشتريها لك. ربنا يخليك تشكر. وكمان رايح للجابر. واه واه بجد والله؟ طب ادعي لي برضه. اكيد طبعا هدعيلك. طبعا اذنك انا الجركن خلاص اتملى. ماشي اذنك معاكي، اشوف وشك بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه يا ابو عمو خلاص مشت، انت منح في ايه؟ والله البت هانم دي طلعت زينه قوي. امال ايه، مش تنجيت امك؟ والله ربنا يخليها امي دي. طب يلا بقى عشان ما نتاخروش. يلا بينا. مالك يا حاج قاعد كده ليه؟ والله البت هانم دي هتقطع بيا. يا حاج البنات كلها لازم تتجوز. والله لولا حديث الناس بس ما كنت جوزتها دلوقتي. ليه يا حاج، واحنا هنخليلها جنب مننا؟ ما البت كبرت خلاص وبقت عروسه لازم نجوزها. كبرت ايه، البت لسه صغار. انت بس اللي لسه شايفها صغيره. خلينا دلوقتي في المهم، هتجيب الحاجات امتى؟ بقول لك ايه، هو انت مجهزاها كويس؟ طبعا يا اخويا مجهزاها، وجايبه لها بطاطين، وجايبه لها الحيفه، وجايبه لها كوبايات واطباق وحلل وكل حاجه وفوط. انت بس كده من فلوس الصندوق هتروح تجيب بقيه الحاجه. ان شاء الله على خيره الله. هو النهارده مش الخميس؟ النهارده هيجيبوا التسويقه بتاعت العروسه. ايوه يا حاج هيجيبوها النهارده على خيره الله. طيب نضف المنظر كويس. ايوه يا حاج، البت هاني نضفتها وخليتها زي الفل. طيب كويس. سلام عليكم. وعليكم السلام. يا الف خطوه عزيزه. اهلا يا ام محمد، اتفضلي. يزيد فضلك يا غاليه. ازيك يا ولد يا علاء؟ الحمد لله يا عمي. اتفضلوا اتفضلوا، احنا جيبنا التسويق اهو. تعيشي وتجيبي. يلا يا ضي علاء شيلي الحاجات دي ودخليها وراي. حاضر يما. هي دي التسويقه يما؟ ايوه يا بنتي، والشنطه اللي فيها الهدوم حطها لك جوه في الاوضه. بجد يما جايبين هدوم حلوه؟ ايوه طبعا يا بنتي، دول بيت كرم جايبين لك الحلو كله. انا سمعت ان هم جايبينهم من اسكندريه. ومين اللي قال لك؟ واحده صاحبتي قالت لي. ما اعرفش والله، انا ما سالتهاش، بس جايبين حاجات حلوه قوي. هروح اشوفها يما. ماشي روحي شوفيها وتعالي بسرعه عشان نلحق نخبس الخبيث بتاع رد التسويقه. ماشي يا بنتي، وعايزين نخلي بالنا من العدد احسن حماتك تفضحنا. حاضر يما ما تخافيش. قولي لي بس نعمل ايه، عيش وجرس، ونعمل فايش وبسكوت وكحك، ونعملها صينيه كيكه وبسبوسه، صح؟ حلو قوي كده يما. خلاص يا بنتي على خيره الله، يلا بقى نجهز الحاجات. روحي شوفي انت الهدوم وتعالي ورايا. بقول لك ايه يا بنتي، عايزاكي تهتمي بالفروجات الايام دي كويس قوي، وتاكليهم كويس، والبط تزغطيه كده، والحمام، عشان لما تتجوز ان شاء الله نبعت لك الصباحيه، ويبقى جه ايه الحاجات ايه معبيه كده ومليانه لحم. حاضر يما ما تقلقيش، انا باكلهم كل شويه. ربنا يخليكي يا بنتي، مش عايزين نتفضح قدام الناس. لا يما ما تقلقيش، هو انت هتبعتي حاجات قد ايه في الصباحيه؟ هبعت 5 فروجات، وهبعت كمان 5 بطاط، وهبعت كام يا ربي من الحمام؟ 15 جوز. لا خليهم 15 جوز وفرده. ليه يما ده كله؟ يا بت كل واحد بيبعت قيمته عشان يبقي غاليه عندهم، وعارفين ان احنا دافعين وصارفين فيك كتير. وهو لازم يعني يما 5 فروجات و5 بطاط؟ ليه 5؟ عشان لازم ابعت الحاجه فرد كده مفرد، يعني ما ينفعش ابعت مثلا 4. لا ما ينفعش، لازم مفرد، يا 3 يا 5. بس انا قلت ابعت 5 اولا عشان اعلي من قيمتك، وثانيا عشان الحسد. فهمت يما، انا رايح اشوف الخلقات وبعدين اجي اساعدك. ماشي يا نظري، يلا بسرعه. والله عيله الحاج شعبان دي بعتين تسويقه عال قوي، ناس محترمه ومؤصلين والله. وحماد بنتي ما طلعتش عقربه زي ما الناس قالوا، لا دي طيبه خالص وطايره بالبت بتي. ربنا يتمم على خير يا رب. عايزه الحاجه رد التسويقي عشان نفضى بقى ايه للشبكه.
ده لسه هنطبخ طبيخ يامي، وهنعزم ناس وناس داخله وناس خارجه، وكحك وبسكوت، لسه موال طويل عريض. يا رب جويني. هي مين دي يا اختي اللي بتطبخ؟ دي بنتي اخت العروسه الصغيره. ما شاء الله ما شاء الله، اسمها ايه؟ دي سعاد، ربنا يخليها لك، شكلك هتفرحي بيها قريب. لا لسه بدري، بنت صغيره قوي. يخت البنات بيفوروا بسرعه، هتلاقي بسرعه كده جالها الفوطات. ربنا يسهل. بس انا بقول لك من دلوقتي، ها اوعي تخطبيها لحد غير ابني. ان شاء الله ابني برضه يكبر شويه واجي اخطبها منك. يا اختي وانا هلاقي اعز منك ولا احسن من ابنك؟ دول ولادك ولاد اصله والله، ويتشالوا فوق الراس. ده انا وقت اجهزها لك واديها لك لحد البيت. ربنا يخليكي يا اصيله. شوفي اخت العروسه الصغيره هتركض ازاي. ايوه يا اختي والله احنا ما كناش بنات عاد. انا عايزه اتجوز كمان يما، عايزه ابقى عروسه. عروسه ايه يا بيت؟ انت لسه صغيره. انا يما كبرت ممكن اتجوز عاد. شوف البنات اللي عايزين يتجوزوا من دلوقتي. ايه رايك يا ورد علاء لو اخطب لك البنت اختي؟ ها ايه زينه يابا، بس من دلوقتي. انا بقول نحجزها. ماشي يابا اللي انت شايف، عشان نفرح بيك انت كمان. اللي انت شايف يا ابوي. ايه يا حاج محمد، انت عندك بنات تاني والله على وش جواز. لا لا بنتي لسه صغيره، سعاد لسه صغيره قوي. يا ابو عمو صغيره ايه، ده انا كنت متجوز ام محمد وهي قدها كده. بس الدنيا اتغيرت والبنات لازم تبقى كبيره شويه، ما ينفعش تتجوز وهم صغار كده. قول ان انت مش عايز تجوزها عشان مش عايزها تبعد عنك. اي والله كفايه البنت الكبيره، حسيب البيت وتفضيها علينا. شوف وقع عريس نقطه، انت مش عارف تجيب عريس لبنتي. ايه يا وليه انت جننتي ولا ايه؟ دي بنت اخوي، ربنا يسعدها ان شاء الله، بنتنا ربنا يبعث لها ابن الحلال. اه يا اخوي ربنا يسعدها هي، وسيب بنتك دي، انت مش عارف تجيب لها عريس مليح. ان شاء الله ربنا يبعت. هي فين بنتك دي؟ بنتي بنت شغيانه وتعبانه جوه بتعمل الاكل، وهم يقعدوا هنا يرقصوا وهي تتشحطط. ليه ما كانوا فاكرين الخدامين بتاعهم ولا ايه؟ اتلم يا وليه انت، وخلي الليله دي تعدي على خير، وقومي اعملي لك اي حاجه بدل ما انت قاعده كده. ليه يا اخوي ابقى انا وبنتي؟ لا والله ما انا قايمه. شايفه شايفه امرات عم العروسه شكلها مش عاجبها الوضع. ايوه هي طول عمرها ما بتحبهم شيء، وتلقاها كانت عايزه العريس لبنتها. الصراحه العريس زين قوي واي واحده يتمناه. اه وعيلته عيله كبيره ومليحه واغنيه. طيب الجدع عن كده وخليهم يخطبوا واحده من بناتك بدل ما انت قاعده كده شبه الهبل. ايه يا ستتي، ايه يا صغيرين، تتجوز واحده منهم كيف؟ ولا صغيرين ولا حاجه، والبنات بيفوروا بسرعه. انت مش شايفه اخت العروسه عماله تتنطط من هنا وهنا؟ ايه رايك بقى؟ بصي اراهنك ان مكان اخوه الثاني هيجي يخطبها. اه والله انا شايفه عينيه ما تشالتش من عليها. اه يا بنت المحظوظه. جد عن كده وخليه يشوف بنت من بناتك بلا نيلي، وتفضلي فجريه كده لحد امتى؟ هجرب كده، هروح ابارك لام العريس في بيتها، وهخب عيال البنات وزودهم كده، وخليهم ايه تشوفهم كده، يمكن ربنا يسهل وتاخد واحده من بناتي. جدعه برافو عليكي. يا اختي بسم الله ما شاء الله، العروسه بدر منور. عايزين بقى يا ام العروسه نستعجل كده ونعمل الحني، وبعديها كتب الكتاب والدخل على طول. على خيرة الله. زغرتي يا ام العروسه. ما تزغرتي يا ستات. ما تزغرت يا بومه. لا زور وجعني، ان شاء الله قلبك هو اللي يوجعك من زورك. بس بقول لك ايه يا رجل، ابعد عني عشان انا مش طايقه نفسي. اعدلي سحنتك، هيقول عليكي ايه مش مبسوطه؟ اهو حلوه كده، حلو بعتك الهم.